Hey guys, since أنا عندي كتير tables بهاي البيبر، أنا كنت حابة أفرجيكم كيف باللاتكس الواحد ممكن يعمل table. So عندنا training datasets. اوكي، هاي هذه تيبل. طبعا هاي تيبل طويل كتير، يعني usually you're gonna need like يمكن 4 خانات كذا. anyways so انا هلا عندي كم كولوم؟ عندي 1 2 3 صح. فاول شي نعمل اوكي استنى، هلا انت you can start with begin tabular. بس first you have to start with begin table. okay، يكون عندنا backslash begin بعدين you look for table، لأنه عندنا مثلا backslash begin figure، لا احنا بدنا table. وبتخلوا هذه ال brackets فاضي عادي. هلا ال centering، it's better to use centering لأنه يعني let's say if I remove this، يعني sometimes يعني you have to see how it looks like and try to fit it in the middle. يعني مثلا هنا it's a little bit to the left in my opinion. فأنا إيش بسوي؟ I like it to be in the center، فبحط centering. okay، هلا هذه الكابشن انتو ممكن تحطوها عشان تعمل الكروس ريفرنسينج. so you always have to actually sorry الكابشن هي هون بتطلع، هون الكابشن. الليبل هي is for the cross referencing. you can put anything here. you can put anything here for cross referencing. في ناس ايش بحبوا يحطوا مثلا tab للtables و fig for figures وبعدين بحطوا اسمها، يعني مثلا training dataset. انا حاطه training data، فلما اجي بدي اعمل cross referencing ايش بعمل؟ هيك بعمل backslash ref، بعدين بفتح ال brackets، بعدين هون بقدر ادور على التاب، هاي التاب training data، لا انا هاي tab training data بدون space، بضغط عليها وهو لحاله بيضيف لي وين احنا testing and enrollment dataset. so when on the testing and enrollment هذه training. اوكي سوري، هيها testing and enrollment datasets. عندنا رقم 3، فانا عشان اخليها table بكتب table وهو لحاله بيطلع لي الرقم 3 هون. طبعا انا it looks like that for me لانه انا I'm using the conference template. I showed you في a previous video how to choose your templates. فأنا I chose a conference template. طبعاً بعدين جوا ال begin table خلص خلصنا ال centering caption وال label. هلأ بعمل begin tabular وبين brackets بحط amount of columns I want. هلا انتو حتسألوني ليش هيك في vertical line. هلا لو شلت هذا ال vertical line شوفوا ايش حيصير لما يعمل recombine في التابل، حتصير هيك. اوكي، يعني انتو ممكن تشيلوا هاي lines بس التابل حيصير شكلها يعني مدري كيف، هيك صلعة، فاهمين علي؟ انه ما فيها خطوط.
فأغلب الناس بتحبش هيك، أغلب الناس بتفضل إنه يكون في column lines. فأنا رح أحط column lines. هاي أول شيء بتحددوه بالتيبل بعد السنترينج بالتابيولر. هلأ H line هاي I think إنه معناها horizontal line، لأني لو شلت هاي هذا اللاين، شوفوا شوفوا فوق إيش رح يصير. خلنا نسوي ريكومبايل. شوفوا اختفى اللاين اللي فوق. أوكي so I guess it means horizontal line. هلأ إيش بنسوي؟ بنرجع اللاين لأني أنا بحب الخطوط. هلأ بنكتب أول كولوم، وهلأ انتو قصدي سوري أول رو. أوكي هلأ انتو حتسألوني كيف بيعرف إنه متى بدأنا في الرو الثاني والرو قصدي الكولوم الثاني والكولوم الثالث، لأنه باللاتكس احنا بنكتب الرو كله خط واحد. الفكرة بحرف الاند. أوكي كلمة هاي اند هي اللي بتقول لي إنه أنا خلصت الرو، خلصت الكولوم الأول وعم بكتب في الكولوم الثاني. يعني شوفوا أنا شلت الآن، شوفوا إيش صار. فكر إنه هاي كلها للكولوم الأول وحط لي إياها بالكولوم الأول، وحتى يعني ناقص عند الكولوم الثالث. ف it's still waiting for me to write the second and. بس أنا راح أرجعها هون وراح يرجع عندي هاي كولوم 1، هاي كولوم 2، هاي كولوم 3. هلا اشي مهم كتير تسووه انه تحطوا هاي الشخطتين. لو ما حطيتوا هاي الشخطتين it's not good، راح يصير في خربطة، راح يفهم انه انتوا خلصتوا. يعني شوفوا بيصير اشياء غريبة. ف هو هيك زي كأنه دمج هذا الرو مع هذا الرو، واصلا عندي يعني عندي ايرور. سو لازم احط الاثنين خطوط. طبعا انتوا حتحسوا بالاول انه it's more work than the word، بس صدقوني it's not it's actually it's better it's easier it's actually saves time it does all the numbering, cross-referencing, it does all this stuff for you. يمكن شوي تتغلبوا بالأول وانتو عم تتعلموا على لأنه هو بالآخر يعني زي line of code. ف if you get an error or try to do something that you don't know how to write as an error ممكن تتغلبوا. هلأ في شغلة لو شفتوها بالother line عندي row 2، إنه أنا عندي شخطتين اثنين. هلا ال ليش انا عندي شخطتين اثنين؟ هلا انا لو حطيت كل الكلام اللي انا بدي اياه هون فوق وشلت هذا، شوفوا كيف رح يصير التابل. هلا رح تحسوا انه التابل كتير طويلة صح؟ يعني اوفر هيك طويلة. فأحيانا لما التابل تكون أطول من ما بدكم، انتو ممكن تقصروا التابل بإنه مثلا الكلمة stationary بدي أحطها زي هيك تحت بس بنفس الرو. هلأ كيف بتسووا؟ طبعا اللاتكس ما بفهم هيك، اللاتكس بفهم بس بالمطلوب إنه هذا أول رو في هذا اللاين بس. فأنا إيش بسوي؟ بعمل رو جديد بس ما بحط لاين، ما بحط الهوريزونتال لاين الـ H لاين، ما بحط هاي الكوماند. فببدأ رو جديد وبخلي أول خانة فاضية وبحط AND، هو حيخلي لي أول خانة فاضية، وبحط كمان تاني خانة فاضية وبحط كمان AND، وبعدين بكتب الكلمة اللي أنا بدي أقصرها مثلا stationary بنقولها لتحت. مثلا بعمل cut بحطها هون،
وأهم شيء بتسكروا بتعملوا هيك. هلأ هو اللاتكس إيش حيفهم؟ إني أنا عندي اتنين روز بس الرو ما في بينهم أي لاين بس، وهاي فاضية، أول خانة للكولوم فاضية وثاني خانة للكولوم فاضية وثالث خانة للكولوم في مكتوب عليها ستيشنري. فا أوكي، وممكن كمان مثلا تخلوه فاضي هيك ويصير عندكم مساحة أكبر. يعني شوفوا سكوب عليه سو هيك بيكون عندكم مساحة تحت. أوكي سو أنا هون مسوي نفس الشيء. اوكي خلينا نشوف كيف حيصير شكل التيبل. صراحة انا مش كتير بحب اللي هيك، يعني مش عارفة. اوكي سو انتو بتختاروا ايش شكله احلى، يعني بتشوفوا ايش انسب وكيف تسووا هاي الاشياء السنترينج وهيك. انا عندي كل شيء تمام هلا، خاصة انا هلا غيرت التيبل خليتها اعرض، بس هاي كتير طويل يعني شوفوا. بدي افرجيكم كيف هاي شكلها لو ما حطيت نشيل هاي ونحط هاي هون. هلا هاي لانها اوفر طويل، هذا اللاين اوفر طويل، فحتصير التيبل يعني شوفوا كيف طالعة برا خط الكلام. شوفوا كيف، يعني انا ما بحب هيك، ما بحب انه خط الكلام هيك، ما بحب هيك. فانا عشان هيك بشيل هاي وبعمل رو جديد، بعمل رو جديد فاضي وبحط فيه كلمة parallel antenna عن ثالث كولوم. هيك بحس انه يعني التيبل جوا الخط تبع الكتابة، انا هيك بفضل. اوكي تمام. ايش كمان؟ بس هي هيك بتسوي الروز تبعت التيبل. طبعا الاتش لاين عندنا الهوريزونتال لاين، بعدين بنسوي اند تابيولر، ولما نخلص الاند تابيولر بنسوي اند تيبل لانه التابيولر جوا التيبل. والتيبل بحطها عشان اسوي لها كابشن، اذا ما حطيت الستارت تيبل ما راح تقدروا تسوي كابشن سوري كابشن وليبل. يعني لما تكتبوا begin tabular المنطقة هاي اللي جوا التابيولر ما رح تتقبل اي اشي ما عدا هاتش لاين وروز، بس هيك رح تفهم. فما رح ينفع ان جوا الاند begin tabular اسوي والله كابشن ولا اسوي مثلا ليبل. هو انتو ممكن تحطوا الليبل اي مكان صح؟ ممكن يعني ممكن تحطوا الليبل هون، انا بدي اعمل ليبل للسب سكشن هاي واعملها ريفير لهاي السب سكشن عادي، لكن جوا التابيولر كل اشي جوا التابيولر مفهوم كرو وككولوم زي هيك، يعني لازم تكتبوا بهاي الطريقة هاي السنتكس. وإلا لو كتبتوا مثلا هون كابشن حيطلع لكم ايرور، مثلا انا بدي اعمل ليبل حيطلع لكم ايرور، يعني اظن حيطلع ايرور لانه شوفوا كيف، شوفوا صار اشي غلط في التيبل، صار اشي غلط يعني صار عندي ايرور. ف this is why I use begin table و because I want to center also. في عنا centering وفي يعني اشياء تانية ممكن تشوفوا حتحطوها، بس هاي this how to do a basic table in شو اسمه هذا in latex. it's very easy and it's السنتاكس دائما موجود، اصلا
أصلا لو أنا أشوفه بفرجيكم، لو أنا حطيت مثلا backslash begin مثلا، اخترت table، هو لحاله بحط لي centering، بحط لي begin tabular، وبحط لي هيك table وهمية إنه عشان أنا استخدمها، هيها table، وبحط لي end tabular، بحط لي الكابشن. طبعا الكابشن ممكن تكون تحت او فوق عادي، فوق التابيلر، هون هم حاطينها تحت التابيلر، انا بحبها تكون فوق، يعني مجرد preference. والليبل هون بحطه ال يعني ال النورمال، النورمال سينتاكس انه بستخدمه تاب، بعدين بحطوا الليبل عشان الواحد يفرق انه هاي تيبل، بعدين اند تيبل وخلص. هذه حتكون التيبل تبعتي، والتابيلر جوا هنا مثلا بحط واحد، هاي خانة اثنين، هون عندي خانة ثلاثة، وهنا عندي خانة اربعة، وطبعا لازم اعمل سلاش سلاش. هيا طبعا انا هون بس عندي خط واحد بالنص، انا ما بحب هيك، انا بحب الكولوم يكون كله كله هيك مسكر، وبحب احط اتش لاين باك سلاش اتش لاين، هاي بيعطيني لاين فوق الرو الاول، وهذه مثلا باك سلاش اتش لاين وباك سلاش اتش لاين، هيك حيكون عندي التيبل أحلى بالطريقة اللي أنا بحبها. طبعا أنا صراحة ما بحب أحط الكابشن تحت، يعني I don't find إنه حلو، بحب أحطها فوق التابيلر. بحب أنا هيك، يعني بفضل هيك. تمام، بعدين عندنا الكابشن، وأنا بحط مثلا data set، طبعا بتضيفوا columns زي ما بدكم، column، بس طبعا لازم برضو تضيفوا ال and عشان يفهم انه هذا يعني column 1 column 2 زي هيك. بس والله هاي هيك بتعملوا تيبل. وشكرا لحسن استماعكم.